في دكتور صديق اسمه الدكتور سامي الحكيم. نعم. مدير مكتبه كان استاذ يقال الاستاذ ابراهيم كنعان. نعم. وهو مقرب منه كثير. كلفني شخصيا علما انه في خلاف بيني وبين الدكتور شو مع الاستاذ بول كنعان، هو خيو. نعم. لاشتغله بالانتخابات. واجتمعنا عدة مرات بمكتب النائب كميل خوري. نعم. وطلب مني احضار صور هويات وبصور وكذا عدة شيء بتعلق بالانتخابات. نعم. قدمت له كل طلباته على اكمل وجه وتحملت كافه مصاريف المال الخاص. روح وتاع وتاع وروح. قلت له يا استاذ يا دكتور سامي، انا وبول كنعان ما بحكي في خلاف سابق وبدي منه مصاري سابقه 6005 من الانتخابات الماضيه. نعم. وعندي اثبات معي موجود هون بس تركه لوقت بعدين. نعم. خبرنا، نحن بنحب يعني هون الفضول اكثر نعرف كيف بتصير عمليه الشراء. والناس اللي قبضوا مصاري من له لبول كنعان احياء ان يرزقون. نعم. وعندي اثبات خطي بذلك. نعم. ما يجربوا يلعبوا على الاهرب، انا مش عم بتحدى حدا، انا عم طالب بحقي وحق الناس الفقراء اللي هن هضموها وهن عم يستغلوا مناصب الفقر ضعف الناس وفقر الناس ليوصلوا على البرلمان. يعني في ناس ناطرين اليوم ياخذوا حق الصوت اللي قدموه؟ مش حق الصوت تقريبا، بس واحد على حاجه ام الاختراع. شو يعني؟ الواحد فقير جوعان شو بده؟ ليش بكل لبنان صارت هالشيء؟ مش بس بالمتن، بكل لبنان حصل هالشيء. طيب اليوم ليش يعني انوعدوا الناس انه يصوتوا ويقبضوا وما قبضوا يعني؟ بناء على طلب مباشر من الدكتور سامي الحكيم وبول كنعان. نعم حصل. نعم. قديش في عدد ناس وقف؟ انا جبت له 300-400 صوت، انا وفي ست معي هي ما بتعرفوا، انا طلعت على مكتبه وعرفته علي عده مرات. نعم. وروح عمول وروح سي وروح جيب لي وبدي اصوات بالبشوره بالبشريه وبدي اصوات بجديده بدي اصوات بالديكواني وبتصوت بعدة اشخاص هيك بقول لك بدي اصوات بجديده وبدي اصوات نعم بالبشريه. نعم لانه المعقل الرئيسي الاستاذ ابراهيم كنعان هونيك. طيب شو عندك اثبات عن مكتب 2005؟ عم تحكي شيء خطير، شو عندك اثبات عنه؟ مثل شو بدك اثبات؟ شو عندك اثبات؟ هذا الشك من مين؟ يعني هلا يمكن يطلع الاستاذ ابراهيم يقول هو ما بيعرفك، شو عندك؟ يعني بتمنى 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 أنا طلعت على مكتبه مشان آخذ حقي وحق الناس مثل ما اتفقنا أنا خيو بول، ضربوني بقصين ولطة من خيو بول كنعان، أنا ما بنضرب يا أستاذ إبراهيم، أنت بتعرف معرفة شخصية واتصلت فيك أنا على رقم التليفون تبعك 3-3-8-8-1-2 وقلت لي حكلف أحد الأشخاص المقربين مشان يعطيك حقك، يفهم الحقيقة، واتصلت بخيك وديع وسكرت التليفون بوشي، علما أنه أعطاني سجلتين تليفون يوم الأحد بالبيت الأبيض، بكفي مكر، بكفي مكر واستغلال. ما في ابو ست من جاني بهالبلد، لا انا صاحب حق وبضل اخذ حقي، ما هلا ما دام على قيد الحياه، حقي ما بتركه وما عاد في يضربني يرفع ايده بوجهي. شوفير لخيك بول ضربني بوكسير بقلب المكتب، اذا بتعمل هيك بسكر تمي انا هلا. معنا النائب ابراهيم كنعان على الخط، مساء الخير سعاده النائب. لانه الحقيقه انا بتشكرك كثير، بتشكرك كثير، بتشكر مهنيتك. نعم. بتشكرك طلع شخص مثل الاستاذ فلا يطلع يفتح كل هذا الموضوع. هو شخص تعاملت معه وهلا بطلته يعجبكم يا استاذ؟ انت اليوم عملت اغتيال، انت عملت اغتيال سياسي. اذا سمحت بتحافظ على هدوءك، بتحافظ على بتحافظ على احترامك للبرنامج لو سمحت. لو سمحت لو سمحت قبل ما تكفي يا استاذ ابراهيم، لو سمحت بتحافظ على هدوءك بالحلقه. في شخص عم بيقول لك انه له منك ميل لقاء الخدمات اللي عملها ولقاء الاصوات اللي اشتراها. انت مدبره هذا الموضوع، انت مدبر فيه وحدد فعلك. انا بتحدى بتحداك وانا باكد لك. شو معناك انت ما بتتحدى؟ لو سمحت لو سمحت بتحافظ على احترامك بالحلقه. انت لو سمحت بتحافظ على احترامك بالحلقه. انت ممثل للشعب استاذ ابراهيم. انا بتامل انه حدك توصل لهالمستوى من الكلام. كل العالم بتعرف انه برنامج الفساد ما حدا بيأسس فيه. لمن انتم كنتوا بدكم تعترضوا على النائب بشل انكم تجوا على هالبرنامج؟ لمن بدكم تعترضوا على خصومكم تجوا على هالبرنامج؟ بس ممنوع حدا يعترض على يا استاذ ابراهيم. معلش بدك تحكي، انا بدي احكي، صوتي بدي ضل اعلى من صوتكم. نحن بهالبرنامج عم نعمل مكافحة الفساد، وهالبرنامج هو التغيير والاصلاح الحقيقي. هيدا البرنامج هو هو التغيير والاصلاح الصادق وليس الشعارات. استاذ ابراهيم كنا ناطرين ردك. نحن ننطر ردك. نحن ناطرين ردك. هيدا البرنامج كنتوا تستشهدوا فيه لانه كان يفتح ملفات خصومكم، اليوم عم بتهينوه لانه فتح ملف بخصمكم، وهيدا شيء مخجل جدا. بس بدي اقول لك شغله، وقفي صريخ واسمعي لانه حقيقي. انت عم بتصرخ، حدتك عم بتصرخ، حدتك
أوضح منك أنت. عيب على الحديث أستاذ إبراهيم، أنت ممثل للشعب اللبناني أستاذ إبراهيم. أنا بدي أحتفظ بالاحتفال عليك بالإهانة. هذا البرنامج أنا رح أدعي بالقضاء وبالقانون. أوكي في قضاء، فيك تتصدر على القضاء من دون ما تصرخ، من دون ما تطلع تعيط، من دون ما تطلع على التهديد على الهواء لو سمحت. في قضاء تتصدر على القضاء، بدك ترد على الشخص اللي معه تشكيت باسم منك شكيت. واللي اشتغل لك هلا انت عم تحتقره. ما حدا اشتغل لي، ما بعرفه. اوكي انا ما بعرفه، ما بتعرفه هذا الشخص. عم بقول معه تشكيت يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم ليش طلبت انه يطلع من الاستوديو قبل ما تطلع حضرتك؟ ليه ما واجهته؟ ليش ما واجهته؟ ليش طلبت تحت الهواء انه انت بتطلع تحكي بس يكون هو ترك الاستوديو؟ فجأتي ما شغلتي؟ انت عم تكذبي، انت عم تكذبي، انت عم بتهين، انت عم بتهين يا استاذ ابراهيم. انا ما بسمح لك بهالإهانات. هيدا البرنامج فوق كل الاهانات، فوق كل الشبهات، واكد هيدا البرنامج انه فوق كل الشبهات. احنا ما بدنا تكتل التغيير والاصلاح يكون معك، تكتل التغيير والاصلاح يكون مثل ما بيقول يا فتوش اللي ما دفع، اللي ما دفع للناس بونات البنزين. نحن كنا بندفع لهم، بس رجع دفعهم، رجع دفعهم بعدين. بتحديك ولا ليره دفعنا. أكيد ما دفعت، ما أخذتهم ووعدتهم. هو قال هو أكيد ما دفعت، ما أنت لازم تدفع. ليكي قصصك بعرفها وعيال. لا لا هيدا شيء كثير صار، قلة التهذيب كثير. أنت بتقول قصصك بعرفها، سمي لي قصة. بدك تحكي في وقائع، ما تحكي بالعناوين. شبعنا من عناوينكم، شبعنا من هيك الشعارات الكبيرة. تتفضل تحكي وقائع. الإنسان اللي كان على الهواء كان عم بيسمي أسماء، كان عم بيسمي وقائع. سمسار صغير. كل العالم تعرف نزاهة البرنامج، وانتو قبل غير كل العالم، قبل كل العالم بتعرفوا انه غدا عيد عم تفتح الفساد بطريقة منطقية وبطريقة غير مسيسة، وعندها طموح سياسي بالموضوع ولا مصلحة. ليكي بكل دول العالم. ما تقول ليكي، احترمني لاحترمك، احترمني لاحترمك، ما بتحترمني ما بحترمك. لو سمحت احترمني لاحترمك. ما تفكر انه بالصريخ بدك تاخذ احترام الناس. احترام الناس بيكون بالشغل على الارض، بالتعاطي مع الناس، بصدق. ما بتعني لي سكرتي كلمة كذب. فبدك تحترمني لاحترمك. انت طلبت انه يفل الاستاذ الموجود هونيك، وانا بحترمه كمان مين ما كان يكون، لانه انت اللي بيواجهك بالحقيقة. هذا واحد امرجي لعبوا ابو فرسان. انت عم بتقول امرجي؟ انت عم بتقول امرجي وانت عم تستعين فيه بالانتخابات؟ يعني ولا ليرة منه. يعني معلش، ما انتوا عم تعوزوا اصواتهم لهون الناس؟ حرام عليكم تهنوهم. حرام عليكم تهنوهم. عيب عليك تركبي قصص انت، عيب. عيب. انا بشكرك استاذ ابراهيم، انا بشكرك على 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 حسن تعاطيك مع البرنامج، على الامتحان اللي اليوم سقطت فيه. اول مره ينتقد كنائب تكتل تغيير واصلاح، تنتقد بهالبرنامج، بتقول بتوجه الاهانات. انا هون بدي اقول وبدي اوجه تحيه لكل اللي اللي انتقدت ادائهم واللي كشفت ملفاتهم خلال الفتره الماضيه، اللي كانوا عندهم ديمقراطيه وعندهم الحضاره بالتصرف اكثر من الحضاره اللي انت هلا بينت للشعب اللبناني كله انك ما تتمتع فيها. وانا بدي اكد لك انه الاصلاح والتغيير الحقيقي بلش من هيدي المحطه، ومن هيدا البرنامج رح يتابع. وهذا الاصلاح الحقيقي، مش الاصلاح الشعارات اللي انتم عم تحكوا فيه. واللي انتم انا بدي اشكرك، ما بقى عذري انه اسكت على اهانتك، لانه انا ما تعودت اسكت على حدا. صوتي بده يضل عالي، والناس كلها رح تعرف انه صوتي بده يبقى عالي، لانه انا عم بحكي الصدق، وانا عم بحكي الصدق لو على حساب نفسي بكل الاداء اللي مارسته بالاعلام، وكل العالم بتعرفني مين انا. شكرا لك. وانا بتمنى انه اذا كان عندك اي شيء تروح على القضاء، إذا كان عندك شيء تروح على القضاء، أنت محامي وجاء للقضاء، ما ترجع للشتائم. عيب، ما تقول عيب، عيب عليك إنك تكفي بهالطريقة. أنا بشكرك أستاذ جوني، شكرا لك، شكرا لكل اللي دايما بجددوا ثقتهم بهالبرنامج. وبدي أكد 32 دعوة بحقه. يا عيب الشوم عليكي، بتطلعي واحد مثل هيدا؟ يا استاذ ابراهيم، يا عيب الشوم علي، بتطلع واحد مثل هيدا؟ بس مش يا عيب الشوم عليكم بتشتغلوا مع واحد مثل هيدا. اذا مع احترامي للشخص، اذا كنت عم بتقول هيك، اذا كنت عم بتحقر هالانسان، قول يا عيب الشوم عليك، لانك انت اشتغلت معه. لو سمحت انا ما بقدر اسكت عن
هناك حدا لو سمحت. لا انت ولا اللي اكبر منك بيهن على الهواء. لو سمحت بعرف وين كنت. لو سمحت احترم نفسك. بعرف وين كنت. احترم نفسك في مكتب مين. احترم نفسك لو سمحت. لو سمحت شكرا على كل اللي عم تحكي له الشعارات ومواضيع الانشاء اللي بتحكيها. ما انا بلا انا اللي بحكيكي لانه انا اكرف منك وانا اسمي انضخ منك وانضخ من كل الشعارات. مش انت بتمنح على نفسك نظافة الاسم تمنحها الناس للشخص تمنحها الناس لأداء الشخص وانا واثقة من انه الناس تعرف مين غادة عيد ومين برنامج الفتح.